بس ده يعتبر ان هو الجسم المثالي ان البنت بالنسبه للناس وفي العالم ماشي، لان هو ده البنت الرفيعه دي هي اللي دايما. لا اقول لك الجسم المثالي بالنسبه للناس ايه؟ انه البنت ما تكونش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، طولها ما تبقاش طويله قوي ولا قصيره قوي، شعرها ولا هو قصير قوي ولا طويل قوي، دايما كده بيلعبوا في حته اللي هو طب انت عايز ايه؟ يعني اوصل منين؟ لا وهينتقدوا برضه بالظبط، يعني مناخيرها كبيره شويه، عندها حاجب مرفوع عن حاجب، قورتها طويله كبيره شويه، طبعا شعرها خفيف، الولد مثلا لا ده اسمراني، لا ده ابيض زياده، لا ده عينيه ملونه، لا ده شعره واقف، هتلاقي اي حاجه. في حاجه بتستفزني جدا انه ما فيش حد، يعني يمكن احمد مكي النجم الجميل عمل اغنيه ما فيش حد ما حدش عاجبه حاله حاله غيره اللي بتحلله دايما. ده حقيقي. الابيض بيروح ياخد تاني عشان يبقى اسمر. صح. الاسمر بيخاف يقف في الشمس، بيبقى عايز يفتح وبيخاف يقف في الشمس اللي يسمر اكتر. التخين بيبقى عايز يبقى رفيع. بالظبط. لو انا مثلا جسمي رياضي عايز ابقى اضخم شويه وعايز ابقى اقوى. جسمي تخين عايز ابقى ارفع. لو مفيش حد عايز يبقى هو شايف ان هو كده كويس. هو شايف باصص للناس اللي حواليه وبيحاول يشوف مين احلى حاجه ده هو ده مثله الاعلى، فعايز يبقى زيه. لو كل واحد بص جواه وبص جوا نفسه هيلاقي مميزات كتير جدا 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 تغنيه عن اي حاجه. الله يعني ده بجد والله انا بتكلم جد. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا تخين بس طباخ رائع، مش ممكن، مفيش حد زيه في مصر ولا في العالم. ممكن تلاقي واحد رفيع وبطل مش عالم مش عارف ايه، اللي هو مش بالشكل. المهم ان انت الشكل ده ما يكونش مرضي، ما يكونش مؤثر عليك صحيا، وما يكونش مؤثر عليك جسديا وبدنيا وشكلا قدام الناس، عشان ما تبقاش عبء على نفسك وتبقى مريض ولا عبء على اهلك والناس اللي حواليك.